وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف شخصية مميزة داخل دولة الإمارات، واليوم إحنا داخل شركة أزمة العالمية ومعانا السيد عمران سلطان الحلامي وهو رئيس الأبحاث العلمية لمختبرات أزمة. أهلا بك سيد عمران. أهلا بك. أهلا بكم. يا مرحبا. مشكور على حسن استقبال فريقنا وعلى حسن هذا اللقاء الطيب إن شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا على زيارتكم صراحة واهتمامكم. سيد عمران، ممكن تخبرنا وتخبر السادة المشاهدين كيف كانت انطلاقتك العملية داخل دولة الإمارات؟ والله شوف، بالنسبة لل يعني مجموعة الحلامي أصلا هي مجموعة شركات عندنا، احنا نعتبر أصلا من أقدم التجار في أبوظبي. أقدم تجار أبوظبي هو عائلة الحلامي، إذا تكلمنا عن حاجة قديمة جدا. ولكن بالنسبة لي أنا بدأت تقريبا في الثمانينات وعملت شركات عقارات وإلى آخره، إلى أن وصلت للتصنيع. في 2003 عملت مصنع وصنعت طبعا قطارات سياحية وحاجات مختلفة، إلى أن دخلنا في موضوع الكوزمتكس والتجميل والمواد الصحية. طبعا المواد الصحية لما جينا نفكر أنه يدخل المواد الصحية، اكتشفنا أنه كل المواد الصحية أصلا مأخوذة وكل الوكالات مأخوذة وما عندك حل، لازم أنك تعمل شيء جديد. فبدينا نعمل مركز أبحاث مختبر اشتغلنا فيه وطلعنا منتجات معينة، مثل منتج مثلا بايوغرو اللي هو تبع الشعر، ومنتج الحمد لله قطع شوط ممتاز، وسجلناه في أوروبا وفي سويسرا وفي فرنسا وعملنا تجارب على البشر هناك واكتسبنا خبرة البروتوكولات اللي خاصة بالأبحاث الخاصة بالبشر أو الأبحاث السريرية. طبعا بعد هذا الشيء جينا نصنع في الإمارات، وطبعا في مواد مش موجودة زي مثلا الكحول الإيثيلي أو الإيثانول، هذه مادة صحية وهذه موجودة في كل المنتجات في العالم، في العطور، في الأدوية، في المستشفيات، في التعقيم، في التطهير، في كل حاجة. فحصلنا فقط الميثانول اللي هي المادة البترولية السامة، هذه خطرة جدا وسعرها رخيص صح، لكن أنها للأسف أنها مستخدمة في كل مكان. فقلنا لا، إحنا لازم أنه نعمل الإيثيل اللي هو الكحول الإيثيلي أو الميثانول في دولة الإمارات من منتجات خاصة في دولة الإمارات. فبدينا نركز، عملنا أبحاث دراسات، اكتشفنا أنه التمر أحسن مادة أنه فينا نستخرج منها هذه المادة الهامة صراحة. والحمد لله طلعنا المنتج تقريبا قبل 7 سنوات، وجينا نفكر نجيب الأجهزة الخاصة بأجهزة الحضانات لهذا المنتج، بأجهزة التقطير. واجهتنا كذلك مشكلة أنك ما تقدر تستورد الأجهزة هذه لأنها أصلا غير معروفة وغير مسجلة ولا يوجد لها ترخيص أصلا. فاضطرينا أن نصنع أجهزة الحضانات وأجهزة التقطير، وخلال تصنيعنا طلع معنا حاجة جميلة جدا، استطعنا أن نعمل جهاز التقطير هذا على الكهرباء، يعني وليس عن طريق النظام العالمي، استخدام الستيم واستخدام الديزل والمواد، يعني مواد طاقة كثيرة جدا مكلفة، وتعرف أنت في كل مكان في العالم. فاستطعنا أن نعمل جهاز تقطير يأخذ فقط 10% من الطاقة المستخدمة عالميا، وهذا حقيقة اكتشاف جميل واختراع جميل، وبدينا نمشي فيه وقطعنا فيه شوط وصنعناه في الإمارات والآن أنتجنا. طبعا الإيثيل أصلا هو أحد المواد الداخلة في منتجاتنا الأخرى، ولكن لما سمعنا أو لما بدأت مشكلة الكورونا وهذا الوباء العالمي، بدينا نفكر كيف نطور منتجات معينة أو نأخذ من منتجاتنا اللي موجودة وندخلها لمساعدة أو لمكافحة هذا المرض الخطير صراحة. فركزنا على موضوع الإيثيل الكحول اللي هو الإيثانول، لأنه إحنا بنصنع ولكن بكميات قليلة كانت لمنتجاتنا، ولكن الآن حطينا تركيزنا أنه نعمل كميات أكبر ونحاول أن طبعا نوصلها للمسؤولين وللحكومة وللشركات الكبيرة علشان تأخذ هالمنتج وتستعيض عن منتج الميثانول السام الضار اللي هو يعني له ضرر كبير جدا. احنا مادة الإيثانول عندنا مادة غير ضارة وممكن تستخدم مباشرة بدون خلطها مع أي حاجة، لأن أصلا فيها بعض زيوت النخيل والحاجات المفيدة للجلد، فما فيها ضرر حقيقة هذا الإيثانول تبعنا. نعم. We'll be right back.
في شركة أزمة تقدموا كتير من الخدمات الخاصة بالعناية بالبشرة وبالشعر، ممكن تخبر السادة المشاهدين أكتر عن خدماتكم؟ طبعا شركة أوزما هي شركة أصلا تأسست في سويسرا، أنا اللي أسستها في سويسرا قبل تقريبا 7-8 سنوات، وعملت تجاربها هناك وجربت على البشر وجابت شهادات وجابت أمور طيبة، وجينا هنا بلدنا طبعا ووريناهم الأمور، والحمد لله أن فتحوا المجال ووافقوا على هذا المنتج على تصنيعه في الإمارات. أنا عندي ترخيص حقيقة تصنيعه حتى في أوروبا وحتى في أمريكا، لكن طبعا بلدي أهم وأنا دائما متواجد هنا. وتعرف أنت الأمور الخاصة بالإنتاج مهم جدا أن يكون عندك شخص متخصص، ما بالك بالشخص اللي اخترع المادة، يكون أفضل يكون قريب من أماكن التصنيع. فالحمد لله صنعنا هذا المنتج، صنعنا أول منتج اللي هو البايوغرو الخاص بالشعر، ونجح نجاح كبير، وهو المنتج الوحيد اللي الآن حقيقة ينزل على سويسرا وينزل على أوروبا وبدون أي معارضة، لأن مستفيدين منه، كل التجارب صارت عندهم وكل الشهادات تثبت ذلك، وخدنا براءة اختراع كمان مسجلة في أمريكا وفي سويسرا وفي فرنسا، الحمد لله رب العالمين. طبعا من المنتجات الأخرى طورنا كذلك الماء الفيزيائي، احنا نسميه الفيزيكس ووتر، وهو أرقى ماء معدني يمكن تشوفه في حياتك. يعني تخيل أنك أنت عندك ماء معدني في جميع المعادن الكبرى والصغرى، والحموضة والقلوية اللي هي البي اتش دائما 8-8 وشوي، فإحنا الماء هذا أصلا لا يوجد مثيل له، وهو يعني بطريقة ما يرفع جهاز المناعة ويوفر جميع المعادن الخاصة لجسم الإنسان. جسم الإنسان ليش يصير عنده أمراض؟ بسبب قلة المعادن أصلا. قلة المعادن مثلا تصيبك بالسكري إذا مش موجود عندك مثلا معدن الكروميوم، معدن الكروميوم هذا مش موجود، قليل جدا، لكن احنا استطعنا أن ندخل المواد العضوية الطبيعية، المعادن الطبيعية على الماء، وليس بالطرق الكيميائية، بالطرق الفيزيائية، فطلع معانا ماء حقيقة راقي جدا، واستطعنا بهذا الماء أن نجربه خلال سنتين على الأطفال الصغار الكبار، كلهم مرتاحين منه، حتى الناس اللي صار عندهم مثلا اللي عندهم مرض السكري. شفنا أشياء غريبة، طبعا احنا ما عملنا أبحاث علمية على البشر الآن، ولكن ان الماء اللي عندنا ماء عجيب جدا، الناس اللي عندهم سكري بدا ينخفض عندهم بشكل كبير جدا، الناس اللي عندهم تعب، اللي عندهم دائما تحسهم مناعتهم قليله بدات ترتفع، فمفيد جدا. وان شاء الله يبدا الانتاج اتوقع ان شاء الله في رمضان هذا شهر البركه ان شاء الله اللي جاي، فنتوقع ان شاء الله في نهايه رمضان يكون موجود هذا المنتج لرفع جهاز المناعه. طبعا جهاز المناعه مهم جدا انك ترفعه ضد جميع الامراض الجراثيم الفيروسات، اذا مناعتك مرتفعه انت امورك طيبه. فهذا المنتج موجود عندنا، وكذلك عملنا ركزنا على الكحول الطبي. الكحول الطبي جدا مهم حقيقه، وهذا وقته، يعني لما تجي تسال الان هل يوجد إيثانول في السوق؟ لن تجد، وحتى الشركات أو المصانع الأخرى بالعالم الآن ما تصدر لك لأن هي محتاجة أكثر، فصار عندنا حقيقة يعني انقطاع لهذا المنتج، وصار عندنا نقص كبير جدا في السوق. والآن حقيقة توجه الدولة جزاهم الله خير، يعني عملوا حاجات عظيمة جدا حقيقة، ونحن نشكرهم ونبارك لهم هذا الاهتمام الكبير، أنهم يعني حاولوا يوقفوا الأسباب بالنسبة للحجر، بالنسبة للأنظمة، بالنسبة للفحص، شيء جميل جدا، ولكن يليتهم يركزون على مادة الإيثانول، هذه المادة هي الأهم حقيقة في هذا الموضوع. احنا نشوفه مثلا يرشون حاجات معينة موجودة في الشوارع ونشوفها، لكن نشم روائح، واحنا طبعا عندنا خبرة جدا هامة في الأمور الكيميائية والفيزيائية، فنتمنى أنهم بس يعني يعيدوا النظر في المواد المستخدمة الآن، إذا كان يستخدم الميثانول يوقفه، وإذا كان يستخدم مواد صابونية أو شيء نحن ما نعتقد أن لها يكون تأثير كبير جدا، ولكن أهم شيء يركزوا على المادة الهامة، مادة الإيثانول، هذه هي أهم مادة، وفيك تستخدمها مباشرة، وفيك تحط لها كذلك حاجات يعني لتزكية الرائحة أو شيء من هالقبيل إذا تم الاحتياج لها. طيب
سيد عمران، انت ما شاء الله حضرتك اتكلمت عن المنتجات وعن الخدمات اللي انت بتقدمها، واضح ان حضرتك من الناس المهتميه بصحه البني ادم اصلا والسلوكيات الشخصيه دي. احنا دلوقتي مثلا في ازمه، بلاش نسميها كورونا بس في الازمات عموما، ايه النصايح اللي حضرتك تحب تقدمها للمستهلك اللي بيسمع حضرتك دلوقتي؟ يخلي باله من نفسه ازاي؟ والله شوف، انا دائما انصح المستهلكين وانصح اقرب الناس انه اقرأوا شو مكتوب على العبوة. اذا شفت كلام كثير مكتوب، يعني يمكن حط لك 20-30 مادة كيميائية انت يعني في غنى عنها، ولكن اذا حصلت مكتوب فقط ايثيل الكحول اشتريه، لانه مش حتحصل كلام كثير موجود عليه صراحة. ما في كلام يعني يعطي لك تراكيب اخرى، تركيبة الايثانول تركيبة واحدة معروفة موجودة. اذا كتب لك ايثيل الكحول خلاص هذا كافي. إذا ما حصلت إيثيل بتحصل مثلا بروبيلين ومش عارف إيش، وبتحصل ميثانول، خذ بالك لا تقربها، لأن هذه هي ضارة يعني غير مفيدة صراحة. فأنصح دائما بقراءة هذه النقطة الهامة. طيب السؤال برضو كان بيقرب السادة المشاهدين، كان في ناس برضو بتسأل يعني عندنا عليه، هل مادة الإيثانول برضو من المواد إن لو الحد استخدمها كتير بتوقع الجلد، مضرة للبشرة، ليها أي أضرار سلبية؟ الميثانول ما لها اي اضرار حقيقه، يعني حتى يعني مثلا لو قارنتها بالميثانول هذاك ضرر كبير، لكن هي ما لها اضرار، هي عباره عن الايثانول ما لها اضرار، هي لانها طالعه من النبات، وطبعا هي ماده يعني نسبه ضررها قليل جدا اذا استخدمتها بكثره فقط. قد يتاثر الانسان انه يحس مثلا أنه التنفس عنده يضيق بعض الأحيان إذا كنت رشيتها في غرفة مغلقة وبكميات كبيرة، تحس شوية بضيقة نفس فقط، لكن ضررها على الجلد يكاد يكون معدوم، ما في أضرار. كذلك ما يتأثروا فيها الأطفال. دائما في المستشفيات أنت تشم رائحة معينة، هذه ريحة الإيثانول لما يكون 99% صافي. أما لما يكون 70%، إحنا ليش نعمله 70%؟ علشان بقايا التمور والزيوت تبعها تكون موجودة معها، فهي بدل تحط مادة أخرى جديدة وتضيف وتلخبط التركيبة، لا اترك معادن وزيوت التمور تكون موجودة مع الإيثانول. بالطريقة هذه استطعنا أن نصل لأفضل حتى إيثانول. أقدر أقول لك قد تحظ مثلا تطلب إيثانول من الخارج، بيجي لك إيثانول فقط صافي وبيحط لك 30% ماء مقطر، هذا مش مفيد. كذلك المفيد أنك أنت تجيبه الإيثانول المستخرج حالا من تقطير التمور، بتكون فيه المواد الأخرى موجودة وهي مفيدة حقيقة للجلد. طيب شركة أزمة العالمية دلوقتي إيه التحضيرات اللي هي متبعاها لمكافحة الكورونا، لمكافحة أي حاجة للانتشار داخل السوق المحلي، وحتى ممكن نقول السوق الخليجي بشكل عام؟ ايه اللي انتم محضرينه ممكن تنزلوا بيه تقدموه من إيثانول من مواد تعقيم؟ يعني خبرنا برضو خبر السلام مشاهدين. احنا بالنسبه طبعا احنا عندنا اهم واحده اللي هي ماده الايثانول، اللي هي اهم ماده موجوده اصلا بالسوق، وكذلك عندنا علاقات مع شركات اخرى اجنبيه ممكن نستورد منها مثلا الكمامات، بالرغم ان الكمامات كثير الان بداوا يشتغلوا فيها، واحنا حقيقه ما حبينا نهتم فيها لان صاير فيها يعني فيها غش وفيها كومبيتيشن وفيها ناس تطلب وما توصل، قصة معقدة جدا، واحنا معتمدين على هذا الشيء حقيقة انه اللي موجود في السوق، ولكن نوعيات تكون من نوعيات الممتازة. يعني احنا هنا حقيقة حتى يعني كنا نفكر انه نصنع في المستقبل ان شاء الله هذه الكمامات، واحنا قاعدين ندرس الموضوع هذا مع شركات اخرى في تصميم في انشاء هذا المصنع ان شاء الله. لكن انتوا ممكن تقدموا معقمات، تقدموا ماده الايثانول تبيعوها في السوق كده لوحدها ممكن كده. يعني حضرتك برضو عرف الساده المشاهدين، لان احنا ممكن ما نبقاش كمستهلك عارف، هل ماده الايثانول ممكن حد يستخدمها لوحدها من غير اي مواد تاني جنبيها؟ صحيح، سؤال جدا مهم. ماده الايثانول اذا كانت 70% واذا كانت مستخرجه من نبات التمر حقيقه وجايه معاه المعادن كلها مع الزيوت، هذا يستخدم مباشرة. أما إذا جبته مباشرة ورفعت النسبة مثلا إلى 90% أو 80% وخلطت معه ماء مقطر، هذا يكون شوي تأثيره
يعني قد يكون تأثيره يمكن مش 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 مفيد جدا للجلد، لأنك أنت استخدمت كحول زائد ماء مقطر. النظام اللي عندنا لا، كحول زائد يعني بقايا أو حصيلة استخلاص التمر هذا، فتجي معاك معادن وتجي معاك تمور. ولذلك احنا نقول ما يحتاج ان الواحد يضيف له اضافات او يحط له حتى عطور، مباشرة يستخدم المنتج هذا تبعنا. ان شاء الله لكم التوفيق سيدي. ولا عنده ضرر حقيقة، ما في اي مشاكل يعني. لكم التوفيق سيدي. يلا يبارك. إيه طيب ان شاء الله انتم في الخطط المستقبلية حاطين ايه كشركة أزمة؟ بتفكروا في ايه مثلا بعد سنتين بعد ثلاثة؟ هل ممكن يبقى في منتجات اكتر؟ هل ممكن تبقى في عناية بالراجل والمرأة؟ يعني حضرتك خبرتنا دلوقتي عن منتجات الشعر والجلد والحاجات دي، هل دي منتجات خاصة بالسيدات فقط ولا ممكن الرجالة برضه بتستخدمها؟ بعيد بقى عن الإيثانول شوية. احنا منتجاتنا الأخرى تصلح للرجل والمرأة، وتصلح للأطفال، وتصلح حتى للعجائز. يعني منتجنا مفيد لجميع الأعمار والمذكر والمؤنث، ما عنده أي إشكال. طبعا احنا الآن كنا نفكر حقيقة يعني نعمل مصانع أخرى ونطور حاجات أخرى، ولكن عندنا مشكلة إنه السوق مفتوح وتجارة حرة. التجارة الحرة احنا تجارتنا أكثر عن الحرة حقيقة، مفتوحة كثير، فما في عندنا نظام مثلا نقدر نوقف منتج عالمي أو خارجي عشان نصنع منتج مكانه. قد يأتيك مثلا منتج من الصين، وتعرف الصين تكلفتها قليلة جدا فينافسك في بلدك، فهنا المشكلة ما أقدر أصنع. فاحنا مشكلة المصانع اللي صايرة عندنا في الإمارات هنا أنه لو وقفنا منتج دخول منتج أجنبي بطريقة معينة وعطينا الفرصة للمصنع الوطني، هذيك الساعة يقدر أنه ينافس ويقدر يشتغل. تعرف التكلفة عندنا شوي أغلى من الصين، أغلى من الهند، أغلى من آسيا. فيعني أتمنى أنهم مثلا الإيثانول يوقفونه ما يجيبونه من برا، ونركز عليه إحنا هنا عندنا، ونعمل إنتاج كبير جدا ونفتح مصانع، ويكون عندنا يعني كمخزون استراتيجي. هذا المنتج مخزون استراتيجي وليس فقط محلي، هو محلي لكن هو مخزون استراتيجي، قد تستخدمه كوقود للطائرات. تخيل تستخدمه في جميع الأدوية، تستخدمه في المطهرات والمعقمات، يعني له استخدام في العطور. المنتج هذا يدخل تقريبا في 80% من الصناعة العالمية، فهذا يعتبر منتج حقيقة مهم جدا، وأتمنى أن يعني يحطونه تحت مظلة المنتجات اللي هي الاستراتيجية زي الماء زي الغذاء. فهمت كيف؟ هذه جدا مهمة. نعم إن شاء الله يا رب، لأنه هذا مهم جدا. الآن هم في حاجة له، ولكن إحنا ما كنا جاهزين هذه الجهوزية الكاملة، بس خلال فترة شهرين ثلاث شهور استطعنا أن على الأقل نواكب سد الحاجه، سد الفراغ اللي موجود في السوق للاسف يعني. طبعا ان شاء الله هي دوله الامارات دوله كبيره ودوله متفتحه، وبنلعب فيها كلنا بنعمه الامن والامان وبنعمه الاستثمار والشغل. الله يحفظهم يقدموا لنا كل التسهيلات في كل حاجه. شو بيعني لك نعمه الامن والامان والاستثمار داخل دوله الامارات؟ والله شوف، بالنسبه للامن احنا نعتبر يعني يمكن رقم واحد قد يكون في الخليج او في العالم. احنا الامن عندنا ممتاز جدا، والناس يعني تعيش بأمان وبسعادة، والنظام جدا ممتاز، ما عندنا أي إشكال في هالأمور. قد نحتاج عندك الآن الأمن الغذائي مثلا، الحمد لله هم كمان مكفين الأمن الغذائي بطريقة جميلة، وحتى الماء، حتى الأمن المائي عملوا حاجات عظيمة صراحة، وإحنا يعني بنشكرهم عليها. نحتاج الآن نركز على الأمور الطبية، الأمن الطبي، الأمن الوقائي، الأمن الصحي، ويعني ورب ضارة النافعه. كورونا علمنا صراحه انه لازم يكون عندنا هذا الامن الصحي والامور الخاصه زي الايثانول. هذا يعتبر درجه اولى صراحه، يجب ان يتوفر بكميات كبيره ويكون موجود لاي مشكله، لاي كارثه، لاي تصنيع. بكره يمكن ينقطعوا عنك زي ما حصل الان، ما عندك مثلا شركات تورد لك منتجات، واذا تورد لك المنتجات السامه الضاره، فانت مجبر انك تصنع هذا المنتج. والحمد لله بلدنا غنية بالتمور، والتمر يعتبر أحسن مادة طبيعية تستخرج منها الكحول الطبي،
بل ليش أحسن؟ أول شيء صحياً أفضل، ثانياً كمية الكحول اللي يطلع من التمر أعلى من أي منتج ثاني موجود في العالم. إحنا نقدر ننافس العالم حقيقة بالتمر مثلاً. هم يعملون الكحول الطبي في أوروبا من فواكه معينة، من الكرز، من العنب، من أمور معينة، ولكن نسبة السكريات فيها من 8 إلى 12. التمر فيه من 50 إلى 60%، فأنت إنتاجك أصلاً 4 إلى 5 أضعاف أكثر من إنتاجهم. زائد أنه الطاقة، الطاقة إحنا عندنا زي ما قلت لك سابقاً أن نوفر 90% من الطاقة، هم مش قادرين يوفرون. ليش؟ لأن عندهم برودة، جوهم بارد، فيحتاج أن يرفع درجة حرارة الحاضنات، يرفع درجة حرارة التقطير، فتكلفته أكثر. فإحنا نقدر ننافس العالم حقيقة بالكحول الطبي، وهذه أنا متأكد منها وأضمنها ومسؤول عنها. والله يا سيد عمران، هي معلومات كتير مهمة اللي حضرتك ذكرتها في الحلقة، حاجات كتير احنا ما كناش فعلا واخدين بالها منها، حضرتك حطيت عليها الضوء، فربنا يكرمك ويبارك لك على كل المعلومات اللي حضرتك قلتها، وسعدت انا شخصيا باللقاء مع حضرتك، انا استفدت. وقبل ما اختم اللقاء المميز ده معاك، عايز اسالك، يعني اكيد قصة نجاح وما شاء الله فكر محترم زي ده، ورحت اوروبا وهنا وعندك اللي تديه ولسه عندك اللي تديه اكتر من كده، كان في ليك شركاء او ناس بتدعمك مساندين ليك سواء ماديا معنويا فكريا، صاروا معاك بيفكروا معاك، تحب نوجه لهم رسالة شكر، تحب تقول لهم ايه؟ والله يعني حقيقة انا اشكر كل انسان دعم هذا الفكر، يعني سواء من الحكومة اللي دعمت، حقيقة الحكومة دعمتنا دعم طيب، وأخص بالشكر حقيقة الشيخ محمد بن زايد الله يطول في عمره ولي العهد، يعني ما جينا في شيء إلا دعمنا دعم الطيب وأعطانا الكلمة الطيبة وحفزنا للمستقبل. فطبعا أشكر كذلك يعني كل من شاركني في هذا العمل، كل من اجتهد معي، كذلك أشكر أهلي اللي دعموني دائما في تطوير هالأمور، وحتى لما تصير عندنا صعوبات، أو لأن تعرف الدنيا دائما يعني مش كلها مثلا، فلازم أنك تعيش بعض الأحيان مشاكل معينة ولكن تحصل ناس تساندك. الحمد لله أن يعني مجتمعنا مجتمع ممتاز، مجتمع داعم، يفتح كذلك لو عندك فكرة جديدة تحصل عندك تقبل في مجتمعنا. يعني قديما مثلا لو تجي بفكرة قد يستغربوا منها، لكن الآن الحمد لله المجتمع متعلم واعي، يحب الاختراعات، يحب الابتكارات، يحب التطوير. فنحن حقيقة نعيش يعني في جو صحي وجو مساعد وأمورنا طيبة، ونتمنى كذلك أنهم يعني يهتمون فينا كذلك ويتواصلون معنا أكثر. أنا دائما أنصح أن يكون في مجالس استشارية في المؤسسات سواء المسؤولة أو الهيئات عشان تتعامل مع المجتمع. يعني مثلا المجتمع الصحي موجود عندك، مثلا وزارة، موجود عندك هيئات صحة، عاملين كل واجباتهم حقيقة وأمورهم طيبة، ولكن نتمنى منهم مثلا، أنا كنت رئيس مجلس مستشارين كلية التقنية للعلوم، فإيش يعملوا كانوا الجماعة؟ يعني يختارون شخصيات معينة من المجتمع تتعامل بنفس العلوم ويجيبونهم كاستشاريين، كأعضاء مجلس استشاري. أعضاء مجلس استشاري يدلي بأفكاره واحتياجه في السوق، يقول لهم والله إحنا محتاجين كذا، فيعملون دراسة لأنهم تواصلوا مع الاندستري، مع السوق، مع السوق الصناعي. فأنا أتمنى يعني، وهذه من أمنياتي حقيقة، أن يعني الهيئات الصحية خلال الفترة هذه أو في المستقبل أو أي هيئة أخرى مثلا في الدولة تعمل مجالس استشارية مع المجتمع علشان يأخذون الفيدباك، يأخذون معلومات منهم ويحققون يعني ما يتطلبونه حقيقة، عشان يكون تواصل دائم وقوي بدل ضياع الوقت. نعم، بين الهيئات بالضبط، بخلق فكرة المجالس الاستشارية اللي يسمونها advisory committee، هذه جدا مهمة حقيقة عشان تسهل الأمور حتى المسؤولين في الحكومة. المسؤول في الحكومة قد يكون جالس في مكتبه وعنده إدارة كاملة والمجتمع أمامه ويتواصل معه، ولكن المجتمع مهم جدا أنه يصارحك، يجلس معك على طاولة، تتكلم معه، يعطيك أفكاره، نواقصه، مشاكله اللي بيعاني منها، علشان أنت تسهل الأمور وتنجح الأمور، وهذا نتمناه إن شاء الله. إن شاء الله يعني
انا شخصيا سعدت جدا بالحلقه بتاعت حضرتك وبلقائي معاك، واتشرفت بيك جدا، وشكرا على حسن هذه المقابله وعلى المعلومات الطيبه اللي حضرتك قلتها. سيد عمران متشكر لحضرتك جدا على المقابلة. الله يبارك فيك وشكرا على زيارتكم، وانا حقيقه اشكر قناه سمع العين وكذلك برنامج رواد النجاح ان شاء الله، ويكون دائما في نجاح معاكم ان شاء الله، والله يوفق الجميع، والله ان شاء الله يفكنا من هذا الوباء الخطير، وجزاكم الله خير. مشكور.